عليكم. اليوم كنا في واحد البازار سميتو ياسين، والصراحة عجبنا بزاف، وديك الديكورات اللي عنده كل شي غزال، كل شي فن الصراحة. زعما تستاهل الواحد يمشي عندها ويشوف داك الشي، حيت الأثمنة مناسبين وكل شي زوين صراحة. احنا ما سخيناش نخرجوا من تما، ولكن شرينا شي حاجات كانوا خاصيننا، وكل شي عندهم زوين الصراحة، وعجبنا الحال. السيرفيس زوين وكل شي عندهم بثمن مناسب صراحة. عجبنا هادشي اللي عندهم، حيت في هاد البلاصة هادي ما كاينش، يعني في ماربية في سان بيدرو ما كاينش بحال هادشي هذا. وصراحة عجبنا الحال وكل شي زوين، ومازال ان شاء الله نمشيو عندها ونشريو بزاف الحوايج خاصينا، حيت هادشي كنا كنبغيو نجيبوه، ولكن كنمشيو حتى للمغرب ودابا ما نقدروش نمشيو للمغرب، جا حدانا المغرب. كل شي زوين صراحة، وعندها الزرابي، عندها الكوفرلي، عندها كل شي، كل شي زوين عندها، اي حاجه بغيتوها عندها. كنتمنى تدوزوا عندها، وغادي يعجبكم كاع هادشي اللي عندها، كيسان، صنادق، كل شي عندها. اي حاجه بغيتوها كاينه عندها. السلام عليكم المشاهدين ديالي، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ صحيحه؟ معكم فاطمه ام شيماء. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه؟ تعطلت عليكم في الفيديو، والله الا بغيت نشارك معكم اليوم هاد الحانوت. حال عندنا هنا في هاد المدينه فين كنسكنوا، هانتوما شوفوا تبارك الله هادشي جابوه زوين وغزال، وحنا فرحانين به. زوين هادشي، صلى على النبي، جابوا لنا كلشي، قربوه على حدانا، وكنشكرهم بزاف. وخديت الاند من مولات المشروع وقالت لي متشرفه بك ومرحبا بك، وبغيت نشارك معكم هاد الفيديو ديالي ديال اليوم. بغيت نوريكم هادشي اللي هنا، كنتمنى يعجبكم وتجيو عندهم، عندهم اثمنه زوينه وكلشي زوين. وخليكم معنا نساليكم في الحانوت. هانتوما شوف هادشي كلشي زوين، شوفي وريهم انتي هنايا الفوق، شي صلاح النبي هادشي واعر عندهم، فالاثمنه مناسبه، اثمنه غزاله، كلشي عندهم زوين. وريهم حتى الكواش عندهم، كلشي تبارك الله، هادشي غزال، كلشي ديكورات، كلشي زوين. الكيسان كلشي صلى على النبي، عندهم داكشي ما شاء الله عليه، داكشي زوين تبارك الله. شوفي هذا ديال داكشي ديال المغرب، داكشي ديال القديم تبارك الله، داكشي الصويري فن. شوفي كلشي صلى على النبي زوين، الكيسان على الانواع والاشكال. هانتوما شوفوا الماركه ديال الكيسان، كلشي هذو جو الحنه، جو الحنه اللي عندها العرس، واللي عندها بحال هكا، داكشي ديال العراسات وداكشي ديال الفروحه وداكشي عندها زوين، داكشي صلى على النبي زعما ما عندي ما شاء الله عليهم، عرفوا يديروا المشروع زوين تبارك الله. هانتوما نوريهم هنايا، ها شوفي هادو 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 داكشي الجديد ديال الناموسيات زوين، فهمتيني؟ شوفي هادو تا هما زوين، داكشي غزال، شوفي المخدات، داكشي كله زوين تبارك الله. هانتوما الزرابي هادو ديال 2021 زوينين، الزرابي عندها على الاشكال، ياك اختي؟ على الاشكال، اثمن مناسبه اللي بغا يشري، وداكشي اللي بغا يشري اثمن مناسب، والكاليتي ها هادو هما تاع تركيا، ترودي هادو ترودي، ياكي هي ترودي زوينين. كاين كل واحد الثمن ديالو، كل واحد الحاجه، كل حاجه الثمن ديالو حسب المديده ثاني. باش ما نوريهم هادي، دوريهم هادي، هانتي دوز، داكشي غزال انا عجبني كلشي تبارك الله. المانطا تاع هما، يا شوفي المانطا جابت على الفن، كاليداد لا ماركو بريسيون، مزيان مزيان يعني مناسب في متناول الجميع، كلشي زوين وكلشي زوين. لا انا عجبني الصراحه، شوفي حتى هادشي يا بنتي، زعما داكشي ديال المخلط تركيا المغرب، ولا مارك الكاليتي وكلشي، كلشي ماركه وثمن مناسب مناسب. شوفي هاد الكوكوت هادي عجبتني، هادي غنمشي ناخذها انا اليوم من عندك ان شاء الله. مرحبا، كانت باغاها والله الا شتي، قلت لي ما خصها كوكوت صغيره، عندي كاع الكوكوتات كبار، صاحبتي عندها وحده صغيره وقالت لي لا تنسالي، لا تنسالي ان شاء الله، ان شاء الله مرحبا ناخذ وحده. ها هم لا سيد اجي دوري من هنا، ها سيد شي بنتي كتعجبها تصور داكشي ديال هادو البخره زوينين ديال العود وداكشي ديال البخور، هادوك زوينين فنيين ياك، وا زوينين هادو مبخ ياك سي
فاتحه هادشي زوين ياك وانا زوين هادشي فن كاع هادشي تاع تركيا زوين راه عارفين الناس تاع تركيا شنو هو الكاليتي ديالها يا فاتحه هاد الثمن حتى هو دايره الثمن زعما ما شاء الله عليك برافو ليك لا دا الثمن قلت لك في متناول الجميع يعني شي ثمن مناسب والله يبارك وحاجه زوينه وحاجه تاع الكاليتي ولا ديكور للدار لكلشي انا والله الا بني جيت قلت لك واش ممكن ندير فيديو على خاص صحاباتي وداكشي بحال الناس اللي ما عارفينوش لا ومرحبا بكل شيء والله زعما عندك داكشي زوين زعما السطع كيعجبني انا في المستوى ما كاينش لا الكوار ولا العرب ولا كلشي كاملين واعرين واعرين شي ما فنين شي حاجه زعما زوينه اللي قلت لك شي حاجه واعره للدار ديالك داكشي مناسب شوفي الطواجن شيما شوفي الطواجن شوفي الطواجن عصريين ها انتم ها انتم ها الطواجن عصريين فنين هادو كديريهم فوق النار كيطيبو ماشي باش الحطه وصافي لا لا والله باينين كان الحطه ها انت ولا شي شي شوفي التيمه في الكاخه وشوف الثقل كي داير وثقيل وزوين وكلشي والله العظيم الثمن في الكاخه ديالهم شحال شوفي الثمن حنا شنو داير ها الثمن في الكاخه هو في الكاخه 99 99 انت دايره له 50 والله الا غزال قلت شي حاجه الثمن شوفي هذا الصغير ديالو 47 والله الا غزال وشوفي الثمن في الكاخه 69 يعني ثمن في مستوى كلشي عندك زوين كلشي زوين شوفي الكوكوط هذه شحال فنه هذه هذه اللي راهم خرجوا هذه الكوكوطات هذو نتاع على حساب كاين بزاف راهو حساب بيو يعني شي حاجه زوينه وما رابيدا يعني هذه كطيب 5 دقائق شيما شي زوينه 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 يعني عيطوا هذه يجيب لك هذه سويسلاين هذه يعني كاليدات سويسلاين معروفه تاع سويسلاين معروفه وزوين البرارات شوفي هادو دوك الثقل تعرفي باش تهزيهم كي داير الثقل ديالهم يعني في وزنو شي حاجه زوينه شي حاجه زوينه واينوكس وقررتي لينا كلشي ما عندي ما نسالك مرحبا مرحبا والله الا زعما مرحبا بالجميع زوين وشكرا لكم وكنتمنوا تشاركوا معنا في القناه وديروا لنا اللايك وكنشكركم بزاف على الناس اللي الناس ديالنا القدام قولي فين كاين باش يجيو الناس هنا كاين في سان بيدرو هكا كان دابا وريتهم في بلاصه فين ومازال نكتب فين كاينه بالضبط باش اللي بغى يجي في سان بيدرو سان بيدرو مرحبا بالجميع ربي يخليك وكنشكركم بزاف وسمحوا لي رانا دايره الكمامه لاقاش راكم عارفين ما يمكنش نحيدوا الكمامه ولا يبعد علينا الوباء وشكرا لكم بزاف على الناس الجداد والناس القدام وعلى المشاركه ديالكم معايا وكنشكركم بزاف وان شاء الله خليكم معايا حتى الفيديو الجاي ان شاء الله وكنتمنى يعجبكم هذا الشيء هذا الشيء راه زوين وعجبني وقلت علاش لا ما نشاركوش مع المشاهدين ديالي وكنشكركم بزاف وخليكم نوريكم الطريات شوفوا حتى الطريات وريهم انت الطريات من الهين من الاول من الدخله ديك الديكورات اللي برا الطريات تما عندهم فنيه الطريات في كيشغلوا كل الوانيات فيهم بلوتوث وفيهم تاني عاوتاني السبيل موسيقى يعني بالتليفون تستعملي الموسيقى حتى انا كنت شفت وحدين في واحد البرنامج ولكن ما عجبونيش هذا زوينين لا هذا زوينين هذا بالميل ولا في كيكونوا بالموسيقى هذه الموسيقى وكل شيء شوف اللوان جوكيرو هنا جوكيرو هنا بان ناخذ وحده ان شاء الله ان شاء الله شوف نجيبو مالك معانا ونشوفو إذا قدر شي خدام نبدلو دارك لي كتشعل باللوان بالحمار والزرق شتيها؟ صافي ماما باهي يس Thank you.